اوف 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 يا يوب على الجول، جول يا سلام، تسديدة صاروخية وبالزاوية. راح نشوفها بالإعادة يا شباب، راح نشوف شلون دخلت الكرة، كرة قوية على الحارس الأرجنتيني. شوف يا شباب، شوف شوف هالتسديدة القوية من خارج القدم وصاروخية. يا سلام عليك، يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ ورجعت لكم فيديو جديد ولعبة فيفا 23 ونمط مهنة لاعب. مثل ما بتعرفوا لاعبنا عم بتألق من مباراة إلى مباراة وتسجيل الأهداف لا يتوقف، فهو ماكينة تسجيل أهداف. طبعا أصدقائي لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك لنستمر معكم. مثل ما بتعرفوا هلا راح نشوف ايش في عنا مباراة. هلا ترتيبنا نحن في الدوري ب 30 نقطة، ليفربول بالصدارة، ملاحقنا توتنهام ب 27 نقطة، يعني خسارة بتعادل معنا يعني في خطر. مانشستر سيتي بالمركز الثالث ب 23 نقطة، وهلا عندنا مباراة مع استون فيلا وعنده 16 نقطة، نحن عندنا 30 نقطة. رح نلعب مع استون فيلا، وخلونا ننطلق إلى المباراة يا شباب. المدير الفني بعت لي رسالة قال فقط للتذكير أننا لازلنا بانتظار قرارك بخصوص فرصة الانتقال على سبيل الإعارة، رجاء الرد. يعني في عنا عرض إعارة يا شباب، وعرض إعارة ورح يدفعونا 70,000 دولار بالأسبوع. طيب رح نرفض العرض كالعادة. هلا نروح على الأنشطة، في عنا الأنشطة، ما بتعرفوا أننا نروح على المباراة، لكن هلا في عنا أنشطة خلينا نشوفها. هلا هون عنا تمويل مشروع ب145 يوم، خلينا ناخده. تمام، هلا صار عنا 3 مشاريع عنا شغالين، وهدول ما خرجنا ناخذ على المشاريع. هون ايش في عنا ممكن نشتري امورنا في هاد 25,000، اطلب بذلة من مصمم الافضل. هات خلينا نجخجخ نشتري طقم، هلا ما في مشكلة. هاي اخذنا الطقم، صفي عنا 22,000. هلا هاي شقد بدها 44، لا ما معنا، هاي 45 وهاي 45. تماما، خلونا نرجع الى المباراة يا شباب. وهي هي المباراة يا شباب، لكم شايفين انا بالاساسي بالفريق ولباسنا تقريبا الابيض على فضي عيطي. ويلا خلونا نتحكم بكل فريق والى المباراة ننطلق. ارضية الملعب وهي الجماهير ما لكم شايفين، وبريمير ليج الدوري الانجليزي، استون فيلا وليفربول على ارض استون فيلا يا شباب. يلا، وهذا هو لاعبنا، وهي هي المهمات، تمريرات هجوميه، اكمل 10 تمريرات في ملعب الخصم سهله، تجنب خساره المباراه، فوز او تعادل كمان سهله. يلا الى المباراه، الى الشوط الاول يا شباب. ما كنتوا شايفين الكره معي مع فريق ليفربول، وهي البدايه. يلا تماما، لازم مر ال 10 تمريرات في منطقه الخصم وتجنب الخسارة. هاي أول تمريرة غلط إلي، كويس، يعني هذا تألق مني عم بمرر غلط. لا مبين استون فيلا وضعه، لا والله ما بخلوني أمرر، لا 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 لا، هيك الوضع بده يصير صعب علي. محاولة للتقدم في الهجوم من جانب استون فيلا، حلو، احسنت اليسون. يلا ابو صلاح، الاضواء مسلطة على فيرمينيو في مباراة اليوم، يلعب ضد فريق السابق. حلوة هاي تمريرة، راح تكون تمريرة حاسمة حاسمة، انا قلت جول 100%. ويستياز حرام ضيع هيك طوبة، حرام. الله عليك، كانت الى المرمى، حلوة. يلا يا لاعبنا، هاي الك، لا والله رجعت لورا الكرة ليه. لاعبنا خذ باي، ما بتكبها، حرام عليك اذا كبيتها، موت. يا السلام عليك، والهدف الأول لياسر في مباراة ليفربول واستون فيلا.
شوف شوف شلون لاني قريبة مستحيل كبة يعني. شايفين تسديدة قوية لما يقول لك السهل الممتنع. السهل الممتنع جيد تسديدة قوية. يلا يا شباب 1-0 21 من الأهداف في 11 مباراة والأرقام قياسية. 1-0 يلا. بعد استئناف اللعب قالوا النقطة لا تدخل على الكرة لكن ما زالت خطيرة. لا حارس هاي يا سلام. جوردان هندرسون محمد يا ابو صلاح يا سلام تمريرة قاسمة. ليفربول يتقدم هو يا سلام 2-0 والثاني لابو صلاح. لقطة لمهارة استثنائية لانطلاقة خيالية حلوة تمريرة قاسمة من عندي لنهاية في الشباك هدف في منتهى الروعة. 2-0 يا شباب. روبرتو فيرمينو يا سلام على التمريرة يا سلام يا حرام كانت على الجول. تقييم من عبر ارتفع 8.1 هذا جيد. يلا يا ابو صلاح ارفعها يا سلام عليك ورأسية من لعبنا. يا حرام قول لك واي تمريرة حاسمة و 8.8 بالتقييم. يا السلام وهدف الثالث لليفربول. شوف الهدف من جديد التمركز والتحرك في المكان والتوقيت يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. يستنف اللقاء حلوة هذا هدف جديد من ليفربول يوسع به الفارق الآن بيعدي فيها بمر يا حرام. سدد بقوة يا لاعبنا. أي تصدي كان للكرة الماضية. الكرة كانت صعبة جدا لكن بطريقة ما لم تدخل الشباك. يا حرام. على مستوى عالي هنا. الكرة ستلعب. يا سلام يلا لاعبنا. أوف يا سلام وهدف جميل. هو. هو الهدف الهاتريك للاعبنا. مو الهاتريك لا والله مو الهاتريك هدف الثاني للاعبنا. شايفين وتسديدة جميلة شوفوا بين اللعيبة يسدد وهدف جميل. اوف والتسديدة قوية على الحارس. حلو 4-0 يا شباب. يا سلام كبير من اللاعبين كان في المتناول شالوا شيل واكلنا الصفرة اكيد. اعطيني الصفرة. انذار على لاعب ليفربول عليه الحذر الان في الاوقات المقبلة يتجنب الخروج من المباراة بالبطاقة الحمراء. يتمكن في ابعاد الكرة العرضية. حلوة تمريرة رائعة من لاعبنا. الهجوم المرتد يا حرام. القرارات الصحيحة بشكل سريع. حلوة. يا الله. يا سلام. هذه كرة هدف الآن. يا سلام يا أبو صلاح راحت. تمريرة مميزة من لاعبنا. أبدأ لاعبنا في ما يكون شايفين. يلا 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 يلا. يخوض يا سلام والهدف الخامس لفان دايك. مهارة خيالية نهاية خرافية حطها على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبير. الهدف الخامس لفان دايك المدافع. نشوف الهدف مرة أخرى. البداية من تنفيذ الكرة الركنية ومن ثم الإنهاء الخيالي اللي كان على الطاير.
5-0 لصالح ليفربول وانتهاء الشوط الأول بنتيجة جيدة جدا. راح ننتقل إلى الشوط الثاني يا شباب مباشرة، لكن خلونا نشوف تقييم اللاعب. جيد، 14 تمريرة عند الخصم وفوز من تصريح تقريبا. نتائجنا جيدة جدا. نتمنى في شوط المباراة ذكاكها والاستحواذ عليها. يا سلام، جول اسطوري، جول ابداعي من ياسر. يا سلام عليك، وساوي له السحر، ساوي له الرعب. الله عليك على هذه الهدف. راح نشوف الاعادة يا شباب ما يكون شايفين، وانا اسمع صوت القائم يعني شلون ضرب بالقائم الكرة ودخلت الهدف. شوفوا على الزاوية 90 ابدا. ابوه هدف ولا اجمل، ولا اجمل من لاعبنا. هدف اسطوري، هدف اسطوري من لاعبنا وابداعي وهاتريك. 6-0، 6-0 على استون فيلا، واستون فيلا يندب حظه على هاي المباراة. الهدف الثاني لمصلحة ايفرتون. النتيجة الان هي التعادل. قد يا اخي ادخلي جول، حرام عليكي، حرام عليكي. حلوة تياغو الكانتارا، فرصة لوضع الكرة في الشباك. طلع الحارس. ليفربول يفقد الكرة. لا انا بتشرك على حالي. ها روح محمد صلاح، بديه جميله من ابو صلاح. خود يا سلام، وهدف جميل، هدف جميل، هدف جميل ومؤت كالقرميدي. هدف ولا اجمل. راح نشوف الإعادة. شوفوا يا شباب شلون مرر وانفرد لاعبنا، وتسديدة رائعة، تسديدة رائعة. جيد، النتيجة 7-0، نتيجة كارثية على فريق استون فيلا في الدوري الإنجليزي. نتيجة توضح لك حالة المباراة. يلا يا ابو صلاح ارفعها، ارفعها يا حرام. خطورة ما زالت مستمرة بعد ابعاد سيء. اوف 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 يا يوب على الجول، جول يا سلام. تسديدة صاروخية وبالزاوية. راح نشوفها بالإعادة يا شباب، راح نشوف شلون دخلت الكرة، كرة قوية على الحارس الأرجنتيني. شوفوا يا شباب، شوف شوف هالتسديدة القوية من خارج القدم وصاروخية. يا سلام عليك، يا سلام. هدف أسطوري، هدف جميل، هدف من خارج منطقة الجزاء ومن بعيد، والنتيجة 8-0. يا سلام. في الدقائق السبع الأخيرة. يا حرام والله، اعطاها ارضيه وعلى الزاويه، بس الحارس، الحارس عم بيشيل. القرار واضح بالتبديل وعليه التواجد الان في كرسي البدلاء. خد يا حرام، يا حرام يا مارتينيز، ايش للصد اليوم. المباراة بو إلى 5 دقائق، صد صد اليوم مارتينيز يعني. أوف يا سلام، والهدف. ما بعرف وين وصلنا لعدد الأهداف يا شباب. هدف جميل من لاعبنا. راح نشوف بالإعادة، شوف 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 شلون بشكل وبهدف بارع وببطن القدم إلى الشباك. وعنا الفرحة المدرب،
كلوب مبسوط كثير من لاعبنا ياسر. ونتيجة 9-0 9-0 نتيجة كارثية على ريفربول على أستون فيلا. وعندنا 26 هدف للاعبنا صار في 11 مباراة فقط. لا 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 يعدي لا يعدي. حلوة حلوة أليسون أول هجمة لأستون فيلا منذ زمن بعيد. روح يا حرام صد صد مارتينيز. بيلعب قصيرة الزميلة. فرصة هنا لا هات هات ركلية كمان. يلا لاعبنا خذ. تتجدد مع ركلة ركنية أخرى. جوردان هندرسون. خذ هندرسون وبعجن بجول عاشر. يا هندرسون بالوقت الضايع وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. لا انتهت مو دقائق قليلة. وأظن هلا راح يصفر الحكم ماكو شيء. هلا هاي الإعادة للهدف وهندرسون وهدف جميل. خلونا نشوف هلا راح يصفر تماما أصدقائي. تماما أطلق الصافرة وانتهاء المباراة بنتيجة كارثية على أستون فيلا وبعشر أهداف. وأنا رجل المباراة مثل ما بتعرفوا ياسر بأهداف. راح نشوف سجلنا 6 أهداف وتقييمنا 10 ومساعدات 3 ساوينا وتسديدات على المرمى 20 وحدة. تماما بعوجنا الشبكة بعوج. خلونا نروح على نمو اللاعب وعنا 3 نقاط مهارية ممكن نستفيد منهم. بإيش راح نستفيد يا شباب؟ المراوغة، الإيقاع، الإيقاع، السرعة، السرعة، بدنا سرعة، بدنا من لاعبنا يكون سريع. حط هاي صارت 78. الله هاي بدها 3. كويس. الله أعطينا شوي بالسرعة بيفيدنا هذا الشيء. ممتاز. أول ما بتعرفوا هون هدول السيمات بيعطونا مهارات إلو وهي إضافية، هي مزايا. أول مزايا التسديد البعيد، والمزية الثانية حيط أنا تسديد من اللمسة الأولى. يعني إذا الشاط على السريع ممكن جول. وهي لسه ما هي مفتوحة، رح تكون تفتح عند المستوى على 20. والله مستواي أنا شقد المستوى يا شباب؟ 13. مستواي 13 بقى يعني 7 لتفتح هاي. تماما 12 مستواي. هلا منروح على الأنشطة يا شباب. الأنشطة الأنشطة إيش في عنا؟ لا لا هي خلينا نبدأ فيها. هي أول شيء سجع نفسك، أخذنا، امدح زملائك بالفريق. خلنا نمدح زملائنا بالفريق. جيد. عنا الاستثمارات، أكيد الاستثمارات لسه ما في شيء عنا جاهز. لا ما في شيء تماما. دوري أبطال أوروبا يا شباب ومع أياكس. أياكس يملك نقطتين ونحن نملك 12 نقطة من 3 مباريات كلها ربحات. وطبعا نحن متصدرين ويلينا في المجموعة نابولي. نابولي هالأيام عم يبدع في إيطاليا وأهداف كثيرة ومتصدر دوري الإيطالي نابولي ب7 نقاط. يعني متأهلين نحن ونابولي تقريبا. وهي المباراة رح نتركها إلى الحلقة القادمة. أصدقائي لا تنسوا تحط اللايك والتعليق والاشتراك، هذا شيء بفيدنا. اللايك كتير مهم يا شباب. إذا ما لقيته وأنت مشاهدتي لهي اللحظة اضغطوا فضلا وليس امرا واشترك. وشكرا لكم على المتابعة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.